نحن بالصف هون رح نعلمكم إذا عندكم صديقة شيعية أو صديق شيعي كيف تتواصلوا معه. والحسين. الله أكبر. والحسين. اكتبوا النون لك والحسين. لما محطة اسمها ال بي سي كل مهمتها أبلست بيئة المقاومة. نصيبي انه 99% من المنابر والاعلام والثقافي والفن تمويله واجندته وسياسته معروف باي موقع ضد المقاومه علما. اختك امك. نحن كنا بالسكتش مش الاصل الاهانه ابدا. يعني حلفانيه نحن بنسمعها. كيف في حلفانيه؟ هي كان مقصد فيها بس انه حلفانيه. نحن ما عم ننمط، نحن بنجيب قصص حقيقيه عم تصير وبندخلها بالكوميديا لنعرف مجتمعات تانية عمين هو الشيعي اللي عم ينظروا عم ينظروا غير المجتمع بطريقه دونيه. ربينا بالشارع وربينا اهلنا ربونا حتى وانا ابن حي ماضي وانا ابن صفار ونحن اولاد هالمنطقه ونحن بقى اهلنا يحملونا على كتافهم بعاشوره. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صديقه هاي اللغه المستحيين فيها اللي عم تتهموها انه هي لغه هابطه هيدي اجت قبل السلام عليكم بمنيح. هاللكنة اللي عم تستحوا فيها حضرتكم طول ما بتشبهنا خش أمالية بتشبهنا أكثر. لاحظوا عم يدق لي 313 حدا عم مرقمي عم يدق لي بده يهددني 313 انزت قنبلة مولوتوف على المبنى. ما عم تصور؟ لا يا خيي يا زلمه كل مره يا زلمه ابن ضاحية انا بتضلك تسرب لي فيديو ابك فوتني حيطان يا خيي. لا او هذا كل شيء هلا قام بطريقه لنقول على البنزين انه طلع على 900,000 كنا نزلنا له 1005 دقوا لرياض سلامه مثل ما بدقوا لي مثلا